السلام عليكم! تؤكد دراسة جديدة أن اللب الداخلي للأرض كان يدور بشكل أبطأ من المعتاد منذ عام 2010. وقد يؤدي هذا ، التراجع ، الغامض أيضًا إلى تغيير طفيف في الدوران الإجمالي للكوكب ، ممن يؤدي إلى إطالة أيامنا. تظهر بيانات ، الزلازل المتكررة التي تم الحصول عليها على مدى عقود من الزمن أن اللب الداخلي للأرض كان يدور بشكل أبطأ على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية. أكد بحث جديد أن قلب كوكبنا كان يدور ببطء غير عادي على مدى السنوات الأربعة عشر الماضية. وإذا استمر هذا الاتجاه الغامض ، فمن المحتمل أن يؤدي إلى إطالة أيام الأرض على الرغم من ان التاثيرات من المحتمل ان تكون غير محسوسه بالنسبه لنا اللب الداخلي للارض عباره عن قطعه بحجم القمر تقريبا من الحديد الصلب والنيكل تقع على عمق اكثر من 4800 كيلومتر تحت اقدامنا وهو محاط بالنواه الخارجيه وهي طبقه شديده السخونه من المعادن المنصهره تشبه تلك الموجوده في النواه الداخليه والتي يحيط بها بحر اكثر صلابه من الصخور المنصهره المعروفه باسم الوشاح والقشره على الرغم من ان الكوكب باكمله يدور الا ان اللب الداخلي يمكن ان يدور بسرعه مختلفه قليلا عن الوشاح والقشره بسبب لزوجه اللب الخارجي منذ أن بدأ العلماء في رسم خرائط للطبقات الداخلية للأرض باستخدام سجلات مفصلة للنشاط الزلزالي منذ حوالي 40 عاماً، كان اللب الداخلي يدور بشكل أسرع قليلاً من الوشاح والقشرة. لكن في دراسة جديدة نشرت في الثاني عشر من يونيو في مجلة نيتشر، وجد الباحثون أنه منذ عام 2010، كان اللب الداخلي يتباطأ ويدور الآن بشكل أبطأ قليلا من الطبقات الخارجية لكوكبنا وقال جون فيدال عالم الزلازل في جامعة جنوب كاليفورنيا دورنسيف في بيان عندما رأيت لأول مرة مخططات الزلازل التي ألمحت إلى هذا التغيير شعرت بالحيرة ولكن عندما وجدنا عشرين ملاحظة أخرى تشير إلى نفس النمط كانت النتيجة لا مفر منها وكتب الباحثون أنه إذا استمر دوران النواة الداخلية في التباطؤ ، فقد تؤدي جاذبيتها في النهاية إلى دوران الطبقات الخارجية لكوكبنا بشكل أبطأ قليلاً ، ممن يغير طول أيامنا. ومع ذلك ، قال فيدال إن أي تغيير محتمل سيكون في حدود جزء من الألف من الثانية ، وهو ما سيكون ، من الصعب للغاية ملاحظته وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها العلماء أن النواة الداخلية للأرض تتباطأ. وقد تمت مناقشة هذه الظاهرة المعروفة باسم التراجع لمدة عقد من الزمن تقريبا، ولكن كان من الصعب جدا إثباتها. في الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من مئة زلزال متكرر وهي أحداث زلزالية تحدث بشكل متكرر في نفس الموقع ، على طول حدود الصفائح التكتونية في جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي بين عامي 1991 و 2023. سمح كل زلزال للعلماء برسم خريطة لموقع اللب بالنسبة إلى الوشاح ، ومن خلال مقارنة هذه القياسات تمكن الفريق من رؤية كيف تغير معدل دوران اللب الداخلي مع مرور الوقت. ومن غير الواضح أيضًا مدى تكرار التراجع. من الممكن أن يكون دوران النواة الداخلية يتسارع ويتباطأ بشكل مستمر، ولكن من المحتمل أن تحدث هذه التغييرات على مدى عقود أو أكثر. مع تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين.